ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وأولى فقراتنا وهي الفقرة الإخبارية. الخبر الأول معانا بيتكلم عن زيادة رواتب القطاع الخاص 2023 وتحديد علاوة سنوية كانت من أبرز مواد القانون الجديد والذي تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشته، حيث ينص مشروع القانون للمرة الأولى على زيادة ثابتة في الرواتب. هيكون معانا التفاصيل أكتر حوالين الخبر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. صباح الخير يا سيادة النائب. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحقيقة بتأتي مناقشة قانون العمل الجديد بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد أن حصل القانون على موافقة من مجلس الشيوخ خلال الانعقاد الثاني. محتاجين نعرف من حضرتك أكتر عن قانون العمل الجديد. وأنا بنتكلم طبعا عن قانون مهم جدا لتنظيم علاقة العمل بين أطرافه العامل وصاحب العمل، والهدف بكل تأكيد أنه يبقى قانون عادل وينظم ويهيئ بيئة عمل جيدة تحفظ حق العامل ويتشجع صاحب العمل عشان تخلق بيئة عمل صحية تحفز وتحسن لإنتاج أفضل. وطبعا يعني القانون كبير حوالي 267 مادة وأغلبهم تعديلات على القانون القديم. ودلوقتي زي ما حضرتك قلت احنا ابتدينا في لجنة القوى العاملة، احنا استمعنا خلال الشهر اللي فات للناس المختصين او المتعاملين بهذا القانون، زي اتحاد المستثمرين والغرف التجارية، اتحاد المقاولين، النقابات وهكذا. عندنا احنا طبعا كحزب مصر ديمقراطي اجتماعي عندنا تعديلات بنبتدي نطرحها، لان احنا لسه في اول زي ما بيقولوا جزء من القانون، واعتقد قدامنا يعني شهر مناقشات ان شاء الله. يعني طيب يا فندم، القانون بيضمن التزام اصحاب الاعمال بتطبيق زياده سنويه، فممكن في يعني هتكون في استثناءات محدده هيتم اعفائها من القانون او من تطبيق الزيادات؟ طيب يعني احنا بنتكلم هنا على أمر هام جدا في لمواجهة زيادات الأسعار اللي حصلة والتضخم وهكذا. وعندنا في النقطة دي يعني في العلاوة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 3% اللي هي موجودة في نص القانون من أجر الاشتراك التأميني، دي فيها بعض الإشكاليات محتاجة زي ما بيقولوا تتحل. منها يعني ان احنا البعض ما بيطبقش القانون، ومنها انه المجلس القومي للاجور محتاج ينعقد بصوره اكثر سرعه ودوريه ويبقى قراراته ملزمه، والجهات الرقابيه تقوم بدورها في هذا الشأن. وطبعا احنا لسه في البند ده يعني اتناقشنا فيه لكن مؤجل، لانه احنا طالبين مزيد من الدراسات لبحث هل في امكانيه زيادتها النسبه دي ولا نقدر نتصرف فيها ازاي. طيب يا فندم، هو يعني بيكون زياده العلاوات او في عموما في الحكومه بتبقى الزيادات في شهر يوليو، ده مش هيحصل في القانون الجديد مع القطاع الخاص، فعايزين حضرتك تقول لنا ايه هي المكتسبات اللي حققها القانون بالنسبه للقطاع الخاص. يعني بص حضرتك، يعني في اشياء كتيره ممكن تبقى مكتسبات ويتحقق يعني توازن في العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل وتشجع البيئة. احنا يعني لسه زي ما بقول لحضرتك احنا لسه مبدئيا بنناقش، لكن من ضمن الحاجات اللي هتبقى جيدة جدا ان احنا عندنا العمالة غير منتظمة، غير محددة الاعداد بالضبط في مصر. يمكن الوزارة القوى العاملة ابتدت تحصره وحصلت على كلام مسؤولين في حدود 300,000، رغم ان احنا عندنا في العمالة غير المنتظمة اللي اتسجلت وقت كورونا كان حوالي 1,700,000. وطبعا احنا بنتكلم على اعداد ازيد من كده بمراحل. احنا بنتكلم في المكتسبات انه هيبقى ان شاء الله في حصر لهذه العمالة، هيبقى في صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وهنبقى بنحط اليات لضبط الصناديق دي
لأنه كثير من الصناديق لا ينتج أشياء إيجابية زي ما احنا بنقول عن النصوص اللي هو محطوطة دي. بنتكلم على زيادة ضوابط تضمن حقوق العمال عشان نقلل القضايا وإضاعة الوقت والفلوس اللي بتحصل. بنتكلم يعني لسه هنتكلم عن إمكانية إعفاء بعض الناس من بعض الضرائب والتأمينات. اللي أنا كنت بتكلم عليها إنه مين الفئات المستثناة من القانون؟ طيب إحنا هنا بنتكلم برضو علشان حضرتك تبقي في الصورة، إحنا بنتكلم على المستثنين من القانون العاملين في أجهزة الدولة، يعني وفيها برضو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية واللي زيهم أو من في حكمهم. أستاذ إيهاب منصور نائب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كنت معنا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لك. هنخرج دلوقتي هنتابع تقرير وهو بيقول اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية بالتخطيط العمراني. هنخرج نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشددا سيادته على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصة ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصة الزراعة والصناعة. كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد وضمي، خاصة ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص. واطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة الدخيلة، فضلا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي، العين السخنة الإسكندرية، العلمين، مرسى مطروح، بطول 675 كيلومتر وبإجمالي 34 محطة، والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، والخبر التاني معانا النهاردة اللي هيتم مناقشته: أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان احميها من الختان. لتفاصيل أكتر هيكون معانا دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي. تم إطلاق الحملة في يونيو 2019 تزامناً مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث. عايزين نعرف من حضرتك أكتر تفاصيل عن الحملة. طبعاً الحملة دي يعني في مرحلة جديدة، وهي طبعاً تحت عنوان احميها من الختان، طبعاً من خلال مجلس قومي المرأة، ومن خلال فعاليات طرق الأبواب اللي بينفذها المجلس، أو حملاته اللي خاصة بطرق الأبواب اللي بينفذها المجلس في كل المحافظات، في إطار طبعا جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. البرنامج ده ممتد في كل محافظات مصر، يعني بدأنا بالأمس إطلاق الحملة ومستمرين فيها. مدتها قد إيه يا فندم؟ خلال الشهر ده، مستمر خلال الشهر ده، وهي عباره عن حملات بتنتهي وبتبدا حمله جديده تحت شعار جديد. لكن طبعا حمله ختان الإناث من ضمن الحملات اللي بتستهدف توعيه المجتمع، الاسره، الافراد، بخطوره هذه العمليه، خطوره ختان الإناث، وأيضا بتوعي المجتمع بأن هناك في عقوبة أو هناك تغليظ للعقوبة اللي خاصة بهذا الفعل. يعني تم برضو خلال الحملة عمل دورات تدريبية كان فيها كتير من الوعظات والراهبات ورائدات ريفيات وممثلي في الجهات المعنية. إزاي تم التدريب والتوعية للتعامل مع المستهدفين؟ المجلس القومي المرأة بيقوم بتدريب السيدات والفتيات المتطوعات في هذا البرنامج، وأيضا الأئمة، وبالنسبة كمان الراهبات واللي هم الواعظات اللي هم بيتكلموا في هذا الموضوع من الجانب الديني إلى جانب الجانب القانوني. طبعا في هناك قانونيين بيشاركوا معنا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أطباء عشان يظهروا خطورة هذه الممارسة، وأيضا الشابات المتطوعات من أبناء المجتمع، بحيث إن احنا بنعمل زي يعني حشد لعملية التوعية داخل المجتمع، وبيكون فيها جانب إن انت ازاي تتواصلي مع المجتمع المحلي، مع الأسر، مع الناس البسطاء، ازاي يكون التواصل من خلال الاسره باكملها، الاب والام وكل افراد الاسره. طبعا في مهارات للاتصال والتحاور مع الناس من خلال طبعا برامج لتنميه وبناء القدرات والمهارات اللي بينظمها المجلس القومي للمراه للمتطوعات وللرائدات الريفيات والرائدات الصحيات وللمتطوعات نفسهم اللي من ابناء المجلس ومن عضوات المجلس داخل الفروع. طب يا فندم، دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أكدت أن عام 2021 كان عام تحقيق الحلم، خاصة في ملف القضايا اللي بتتعرض ليها زي ختان الإناث، وبما أنها من أصعب القضايا فواجهت يعني معوقات كتيرة. عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أهم المعوقات اللي بتواجهها الحملات عند حضراتكم؟ هو طبعا بالتأكيد الحملات دي بتواجه بعض المعوقات داخل المجتمعات المحلية، نظرا لعدم تفهم يعني الناس لهذه القضية. طبعا الثقافة السائدة، القناعات الشخصية والمتوارثة، والأفكار الخاطئة المتوارثة من قبل يعني القديمة، تأثير بعض الشخصيات زي الجدة، زي الام، الناس الكبار بقى اللي هم لديهم ده تفكيرهم مش عارفين يعني المنقول التراثي اللي خاص بهذه الموضوعات بتبقى فيها بعض الاخطاء. الحمله بتقوم بتصحيح هذه الاخطاء، وزي ما قلت لحضرتك ان احنا بنشارك كافه اطياف المجتمع، سواء بنات، شابات، طبيبات او اطباء، ايضا
بالنسبة للكنيسة والأوقاف أو الأزهر بيشاركوا، بالنسبة للراهبات، بالنسبة للوعظات كلهم بيشاركوا، بحيث ان احنا نظهر او نبرز للمجتمع وللناس ان الموضوع ده بعيدا تماما عن الدين وبعيدا تماما عن فكرة العفة والأفكار اللي هي ممكن تروجها بعض الأفكار القديمة. طبعا يمكن زي ما أشارت حضرتك الدكتورة مايا قالت ان هو عام 21 كان عام حاسم بالنسبة لموضوع قضايا الختان، لأنه كان في تغليظ عقوبة من قبل المترع على موضوع قضية الختان، فأصبح العقوبة لا تقل عن 5 سنوات لممارس لكل من مارس هذه الجريمة، وإذا حدث نوع من الأذى أو للبنت بيحصل العقوبة بتبقى أكبر 7 سنوات، ولا قدر الله حصل وفاة نتيجة النزف وما إلى ذلك بيكون العقوبة لا تقل عن 10 سنوات. يعني معناها إن في عقوبة مغلظة، وإن في هناك قوانين بتحمي البنات من القتال، وإن المجتمع لابد إن هو يكون عنده القدر من الوعي والفهم لخطأ هذه العملية، وإن هناك أفكار متوارثة خاطئة لابد إن إحنا نعدلها من أجل صالح المجتمع، من أجل صالح الفتاة، من أجل الحالة النفسية كمان للبنت والحالة الصحية وما يعني ما يتتبعها بقى من تداعيات على صحة البنت، سواء كان في مجال الصحة العامة أو في مجال حتى الزواج والحمل والولادة، لأنه في أخطاء كثيرة جدا بتحصل للبنات من هذه الممارسة بتضر فيهم ليهم في المستقبل نفسيا وجسديا واجتماعيا. أخيرا يا دكتور، إحنا بس عايزين نعرف من حضرتك كده نقاط سريعة، طبعا غير القانون وده حاجة يعني كويسة جدا، عايزين نعرف من حضرتك نقاط سريعة عن الإنجازات اللي حققتها حملات طرق الأبواب. حملات طرق الأبواب يعني إحنا لينا تقريبا دلوقتي حوالي 6 سنوات مستمرين فيها، هي حملات يعني بتأخذ مرحلة يعني فترة زمنية بتنتهي وبتبدأ فترة أخرى، وكل حملة بتبقى تحمل شعار، الشعار بيكون هدفه هو تحقيق نوع من الوعي ونشر الوعي داخل المجتمع، تثقيف الأسر، الوصول إلى البيوت، الوصول إلى الناس البسطاء، عملية توضيح بعض القضايا الغامضة اللي ممكن تكون مش واضحة لدى الجمهور المستهدف أو لدى الناس داخل البيوت. برضو حملات طرق الأبواب بتقوم بدور هام جدا في موضوع يعني إن أنا مثلا لما أروح بيت فبنت القضايا المجتمع المحلي، يعني في قضايا خاصة بالمحليات وقضايا خاصة بالبنية التحتية، مشاكل المياه، نور، كلها كهرباء ما إلى ذلك، كل المشاكل دي بتنقل من خلال حملة طرق الأبواب إلى المسؤولين وبيتم حسمها وحلها على وجه السرعة، دليل إنه المجتمع لديه مطالب، وإن حملة طرق الأبواب من خلال مجلس القومي للمرأة بتوصل هذه المطالب إلى المسؤولين داخل المجتمعات المحلية وبيتم حلها فعلا على وجه السرعة. اللي طبعا الحملات لها تداعيات إيجابية كثيرة جدا، إن بيتم توعية الجمهور والمجتمع، وجود الأسرة في برنامج التوعية سواء كان البنات أو الزوج والزوجة، الأم، الأب، الجدة، الأجداد، كل أفراد الأسرة لما يشاركوا في قضية مجتمعية بيبقى النتيجة أكثر إيجابية، وبيكون هناك في تغيير حقيقي داخل المجتمع نتيجة هذه الرسائل الخاصة بالتوعية داخل المجتمع. فالحملات دي لها تأثير أكثر من إيجابي، ولها تأثير داخل المجتمع، ولها قبول داخل المجتمع المصري ولدى الأسرة المصرية. دكتورة سهام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس، كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك يا فندم. التقرير الثاني معانا النهاردة تقرير الداخلية، بيقول وزارة الداخلية تبدأ في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتي تتسبب في وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية. هنخرج نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
الطرق هي شرايين الحياة والتنمية على أرض الوطن. حققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها واتساعها وكفاءتها ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت. وفي إطار المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائد المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري. والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية. من هذا المنطلق فقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكباري لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائد المركبات وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة عنها. هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتباراً من بداية العام الجديد، وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري، حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. الخبر الثالث معانا النهاردة بيقول شهد عام 2022 إنجازات ومشروعات عديدة وتطوير للمناطق العشوائية وغير الآمنة وتطوير لعواصم المحافظات. هيكون معانا التفاصيل أكتر على الهاتف الأستاذ إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية. أستاذ إيهاب صباح الخير بعد التحية يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. حجم الإنجازات اللي تمت حتى الآن لتطوير المناطق غير الآمنة والتي تصل تقريباً ل 357 منطقة في 25 محافظة، عايزين حضرتك تدينا فكرة أكتر عن الموضوع. طيب خليني أوضح في البداية سريعاً كده، يمكن الصندوق أنشئ بعد سقوط صخرة الدويقة. في الحقيقة الصندوق طبعاً أنشئ بقرار جمهوري تابع لرئاسة الوزراء، ابتدينا عملنا على طول حصر للمناطق العشوائية. احنا عندنا يمكن العشوائيات بالنسبه لنا كصندوق يمكن المفهوم ده ما كانش يعني واضح قبل كده. احنا ابتدينا وضحنا او صنفنا في مناطق غير امنه، في مناطق غير مخططه، في اسواق عشوائيه. يبقى هي دي قضيه العشوائيات على المستوى القومي يعني. من هنا في الحقيقه ابتدينا اشتغلنا، ويمكن التكليف اللي احنا خدناه ويعني اللي كان يعني مرحله عاجله، احنا اشتغلنا على ثلاث مراحل، المرحله العاجله والمتوسطه وطويله المدى. المرحلة العاجلة اللي هو تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي، اللي هم 357 منطقة فيهم 246 ألف وحدة سكنية. ويمكن السبب إن احنا ابتدينا 246 ألف وحدة. وزي ما بقول لحضرتك الفكرة إن احنا ابتدينا أو التوجيهات يعني القيادة السياسية إن احنا الملف ده أهم ملف وننتهي منه، اللي هو إن شاء الله على نهاية السنة دي هيبقى خلاص يعني انتهينا منه بالكامل إن شاء الله. لأن ده بيمثل خطورة على حياة الإنسان، لأن دي مناطق غير آمنة بتهدد حياة الإنسان. عشان كده هي دي المرحلة العاجلة. المرحلة المتوسطة اللي هو تطوير المناطق الغير مخططة والأسواق العشوائية، وطويلة المدى اللي هو يعني الحد من ظهور العشوائيات. ويمكن دي قضية أخرى كبيرة جدا اتغيرت بعد يمكن الـ يعني توجيهات القياده السياسيه، ان حضرتك ذكرتي في الكلام اللي هو موضوع تطوير عواصم المحافظات، فده في الحقيقه بقى ليه تاثير كبير جدا في الجزئيه دي، ان انا بوفر سكن لكل المصريين. الحمد لله الصندوق احنا انتهينا تماما زي ما قلت لحضرتك، يمكن تعدينا 95% من تطوير المناطق الغير امنه. بس احنا دايما بنوضح ان مفيش يعني حد من اهالينا بيقطن في منطقه غير امنه، لان المناطق الغير امنه احنا بننفذ مشروعات، لحين الانتهاء من المشروعات بنبقى بنوفر ايجارات مؤقته
علشان حماية لأهالي. يمكن حضراتكم سمعتوا يمكن امبارح بس كان لسه فيه اللي هو القرعة بتاعت تسكين منطقة مثلث مزبيرو، ودي يعني أحدث منطقة بتتسلم دلوقتي، وإن شاء الله خلال أيام كمان في منطقة اللي كان يطلق عليها فيما سبق زرايب 15 مايو، ودلوقتي بقى اسمها زهور 15 مايو. زهور 15 مايو. طيب يا فندم، بخصوص المشروعات دي وتطوير، يعني هننتقل لنقطة تانية، هو تطوير القاهرة التاريخية. يعني تم التطوير بحي الحسين والأزهر وباب زويلة وحارة الروم، المناطق دي مناطق أثرية، إزاي قدرتوا تشتغلوا فيها؟ طيب ده ملف طبعا كبير جدا، وأنا بشكر حضرتك طبعا عليه. يعني هو دي، أنا يمكن قلت لحضرتك من شوية إن في مبادرتين أو في مبادرات رئاسية، إحنا كان اسمنا على فكرة صندوق تطوير المناطق العشوائية، الصندوق اتغير اسمه في 2021 في شهر 8 بقينا صندوق التنمية الحضرية. الفكرة اللي إحنا بعد ما انتهينا من تطوير المناطق الغير آمنة وشغالين في الغير مخطط اللي هو لغاية 2030 والأسواق العشوائية، ابتدينا طب الفكر اللي جاي إيه؟ وفي الحقيقة هنا القيادة السياسية كان في مبادرتين مهمين جدا، اللي هي تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتطوير القاهرة التاريخية، ملفين كبار جدا حجمهم ضخم جدا. يمكن احنا موضوع القاهرة التاريخية الخمس مناطق اللي حضرتك ذكرتيهم من شوية دول يعني داخلين في حوالي 6 مليار جنيه احنا شغالين فيهم، واحنا ما انتهيناش منهم. شغالين في منطقة الحاكم، باب زويلة، حارة الروم، درب اللبانة، الحسين. خليني برضو اوضح هنا، لان المفهوم يعني برضو احنا مش داخلين تطوير، احنا بنقول اعادة احياء القاهرة التاريخية، لأن القاهرة التاريخية دي يعني احنا بيتقال ان هي ممتلك تراث عالمي مسجل في اليونسكو، فبالتالي انا بحافظ على النسيج العمراني اللي موجود، لان لو حصل اي تغيير في النسيج العمراني بتطلع من اشتراطات اليونسكو. فهي عشان كده الشغل فيها يعني حساس جدا، زي بيقول ان احنا بنشتغل بالمشرط. يعني معانا استشاريين طبعا متخصصين، ولازم من خلال حضرتك بشكرهم طبعا جدا، لان في الحقيقه افكار كبيره جدا معموله، دوله رئيس الوزراء نزل بنفسه ووضح للناس ان احنا بنحافظ على النسيج العمراني، لان الحقيقه كان في بدايه اعمال او الاحياء، اعاده احياء القاهره التاريخيه، ابتدى كلام كتير يتقال يتقال ده بيتعاملوا ان هي مناطق عشوائيه وهيزيلوها ويبنوها تاني. الكلام ده طبعا مش موجود خالص. فكرة التطوير كلها قائمة على أني بحافظ على المباني القائمة اللي حالتها جيدة، وبعيد تطوير واجهتها، بطور الواجهات بس بنفس النسق المعماري. المناطق الخاربة والفضاء هي دي اللي أنا بنشئ فيها مباني جديدة برضو بنفس الطراز القاهرة التاريخية. في بعض الحرف اللي كانت غير متلائمة مع القاهرة التاريخية زي الحدادة الميكانيكية، الكلام ده كله طبعا دي مش متوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت الحقيقة الناس دي قاعدة بدون ترخيص. احنا برضو ودي كانت توجيهات القيادة السياسية، انا مش هطلع الناس دي وخلاص واسيبها، لا احنا وفرنا لهم منطقة 60 فدان في شمال الحرفيين محور جيهان السادات، وبنعمل منطقة حرفية كبيرة جدا ومنطقة سكنية. ففي الحقيقة المشروع كله يعني زي ما بقول ان هو متكامل، يعني بنفكر على كل يعني كل المحاور بحيث ان ما يحصلش ضرر لأي حد. طيب عايزين حضرتك تدينا برضو فكرة عن مشروع حدائق الفسطاط والمخطط للمشروع ده. حدائق الفسطاط برضو ده بيربط يعني برضو استكمال لتطوير القاهرة التاريخية. حدائق الفسطاط في الحقيقة ده مشروع ضخم جدا، تفحيك ان هو على مساحة 500 فدان، احنا بنتكلم فيه مساحة ضخمة جدا. المشروع فيه اكتر من مكون، يعني حوالي احنا بنتكلم في 13 مكون، في اللي هي ساحة مسجد عمرو، في منطقة الثقافية، منطقة التراثية، في النادي المصري القاهري اللي كان قائم وغيرنا مكانه وبنبنيه دلوقتي بشكل يعني يليق برضو بتطوير المنطقة، في منطقة التلال،
هو في الحقيقة ده مشروع برضو من المشروعات الضخمة جدا، وخلينا أوضح هو مش مشروع مش هيبقى بس حدائق الفسطاط، في احنا مقابل ليه كمان اللي هو مشروع جوهرة الفسطاط اللي هي كان يطلق عليها فيما سبق بطن البقرة، أكيد كلنا عارفنا المنطقة دي. طبعا احنا بعد ما أهالينا اتنقلوا لي وحدات سكنية بديلة في الأسمرات مفروشة بالكامل، ابتدينا عملنا طبعا لازم بيبقى فيه أعمال صناعية، وابتدينا بننشئ فيها برضو مشروع دلوقتي، بنحاول بنعمل خلخلة، يعني ما فيش الزحام اللي كان موجود زمان، لا احنا بعمل فيه مسطحات خضراء بحيث ان هو يبقى الحدائق الفسطاط وجوهرة الفسطاط الاثنين يعني موجهين لبعض بيكملوا الخدمات اللي مطلوبة في المناطق دي. أستاذ إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. هنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وألف تحيا، في كل شبر في كل تحيا، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، اسألوا الأرض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين، دولة صعب تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا، في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش ينحت في صح، اللي خلى مصر رفع راسه فوق وبكل فخر. مصر تحيا وألف تحيا، في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. مصر تحيا والف تحيا، في كل شبر في كل ناحيه، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبارك فيك وراضيك. تحيا والف تحيا، في كل شبر في كل ناحيه، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنكمل متابعة باقي أخبارنا. الخبر الجاي معنا بيقول نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات الكبرى خلال عام 2022، حيث تم التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية. لتفاصيل أكتر هيكون معنا على الهاتف مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا باشمهندس. صباح
صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي. اهلا بيك. من المشروعات المهمه اللي قامت بيها وزاره الموارد المائيه والري المشروع القومي لتبطين الترع، عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن المشروع والفئات اللي استهدفها. يعني هو في البدايه بس هو مشروع لتاهيل الترع وليس تبطين، هو مش بالضرورة يتم تبطين الترع، ولكن هو لتأهيل الترع وإعادتها لوظيفتها الأصلية والأساسية، وهي توصيل المياه لأهالينا المزارعين والمنتفعين في كل مكان. وده بيتم بمجهود كبير من أجهزة الوزارة بالفعل. الحمد لله حتى الآن الوزارة انتهت من تأهيل حوالي 6500 كيلو متر من الترع في مختلف محافظات الوادي والدلتا، وأيضا تم أو يجري تنفيذ حوالي 3800 كيلو متر أخرى، بالإضافة لتوفير اعتمادات مالية 1800 كيلو من الترع، تمهيدا للبدء إن شاء الله في طرشها وترسيتها لتأهيلها إن شاء الله في القريب بإذن الله. طيب يا فندم، من المشروعات كمان المهمة اللي قامت بيها وزارة الموارد المائية والري مشروع حماية سواحل البحر المتوسط من التغيرات المناخية، فإيه الأكثر عن المشروع؟ طبعا احنا التغيرات المناخية ليها تأثير كبير جدا على المناطق الساحلية في مصر، في ارتفاع منسوب متوقع لسطح البحر ونواة بحرية أصبحت بتؤثر بشكل كبير جدا على المناطق الساحلية. فوزارة الري من خلال هيئة حماية الشواطئ بذلت مجهودات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، وما زال العمل يجري في تنفيذ أطوال كبيرة، بنتكلم في حوالي 45 كيلو متر جاري العمل فيهم حاليا لحمايتهم من الشواطئ المصرية، بالإضافة إلى مشروع مهم جدا بيستخدم أساليب ملائمة للبيئة في خمس محافظات بشمال الدلتا بأطوال 69 كيلو متر. الحمد لله أنهينا منهم 58 كيلو وشغالين في 11 كيلو متر في محافظة الدقهلية، وكان لهم دور كبير جدا في حماية المناطق الساحلية والأراضي الزراعية القريبة من الساحل والطرق والمنشآت ومحطات الكهرباء والمصانع اللي موجودة في المناطق الساحلية والمدن والمساكن. الأهالي قدرت تحميهم الحمد لله من النوات البحرية ومن ارتفاع منسوب سطح البحر. مصر استضافت أسبوع القاهرة للمياه، وده كان ليه فعاليات مهمة الحقيقة، اتعقد للعام الخامس على التوالي. عايزين ناخد من حضرتك فكرة أكتر عن الفعاليات لأسبوع القاهرة للمياه. هو الأسبوع دوت حدث سنوي الوزارة بتنظمه، وده أصبح من أهم الفعاليات الدولية الحقيقة، في مشاركات دولية ضخمة جدا من مختلف دول العالم ومن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. السنة دي تم عقد أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي، ودوت كان تمهيد لمؤتمر كوب 27 اللي عقد في شهر نوفمبر الماضي في شرم الشيخ. دي كانت أول مرة يتم وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي. قبل كده ما كانش بتذكر كلمة المية، هم بيتكلموا على التغيرات المناخية وتأثير التغيرات المناخية على العالم. دلوقتي من خلال أسبوع القاهرة للمية ومن خلال فعاليات المية اللي تنفذت في كوب 27 كان ليهم دور كبير ومهم في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي. في الكوب 27 تم ذكر المياه لأول مرة في القرارات النهائية للمؤتمر. كل ده الحمد لله بفضل مجهودات كبيرة استمرت شهور طويلة حتى من قبل أسبوع القاهرة، من خلال تواصل مستمر بين الوزارة وبين شركائها الدوليين، واللي تم تدويقه في الأسبوع وفي كوب 27 بلفت أنظار العالم لتأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المية، وده كان الحمد لله نجاح كبير جدا قدرت تحققه الوزارة خلال شهر 10 و11 اللي فات. مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.
دلوقتي هنخرج فاصل نتابع في الأحوال الجوية والطقس ودرجات الحرارة، وبعد الفاصل هنرجع لحضراتكم مرة تانية مع فقرة الصحافة، هتكون معنا الكاتبة والصحفية مريان جرجس، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.